بكى الفضيل يوما فقيل له: على ماذا تبكي؟ قال: أبكي على من ظلمني، أبكي على من ظلمني إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة. إذا جاء يوم القيامة وليس له حجة. أحبتي، لما جلس يحيى بن معاذ وقد كان ملكا وعنده من الملك ما عنده، لكنه كله ذهب، لكنه كله ذهب. ولهذا أحبتي، لا حكم يدوم ولا ظلم يدوم، لا حكم يدوم ولا ظلم يدوم. فوجد في السجن هو وابنه، فولده يقول له: يا أبتي، أين كنا وأين سرنا؟ كان عندنا الملك وكان، أين كنا وأين سرنا؟ قال: يا بني، يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت في الليل، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحبتي، ينادى يوم القيامة من وراء الصراط: يا ليت الظالمون في زماننا والذين يرتعون في الظلم، أيًا كان هؤلاء الظالمين، أن يسمعوا هذا الحديث. يوم القيامة ينادي مناد من وراء الصراط: يا أيها الجبابرة، يا أيها الطغاة، يا أيها المترفين الأشقياء، إن الله جل في علاه يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالما. إن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالم، هذا الظالم الذي ظلم الرعية، هذا الظالم الذي ظلم أخواته في حق الميراث، هذا الظالم الذي ظلم جاره، هذا الظالم الذي ظلم عماله، هذا الظالم الذي ظلم من يعملون عنده، هذا الظالم الذي يظلم الناس والأقارب والجيران. ألا علم ذلك؟ أما علم أن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز الصراط يوم القيامة ظالم؟ وأقول لهؤلاء، للظالمين: والله والله، مهما زدتم في ظلمكم، في جبروتكم، فيما تفعلونه من قهر للناس، والله لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم.